تنقسم الفلسبارات إلى نوعين رئيسيين، السلسلة أو العائلة الأولى البلاجيكوليز، وهي تتكون من سيليكات الألمنيوم والصوديوم والكالسيوم، يبدأ بمعدن الأنورثايت، بايتونايت، لابرادورايت، أنديزين، أولوجيكوليز، البايت. المجموعة الثانية من الفلسبارات هي الأرثوكليز، وتتكون من الألمنيوم والبوتاسيوم، وهي فلسبارات قلوية، تبدأ بالأنورثوكليز، الميكروكلين، السانيدين، الأرثوكليز. ممكن تقسيم الفلسبارات بشكل عام إلى فلسبارات كلسية، وهي تتضمن الأنورثايت، البيتونايت، اللابرادورايت، الأنديزن، وفلسبارات صودية مثل الألبايت، الأولوجيكليز، الأنورثوكليز، وفلسبارات بوتاسية مثل الأرثوكليز، السانيدين، الميكروكلين. معنى كلسية أي محتوى عالي من الكالسيوم، صودية أي محتوى عالي من الصوديوم على يسار المثلث، بوتاسية أي محتوى عالي من البوتاسيوم في رأس المثلث. في هذا الجدول يوضح سلسلة تفاعل بوين، هو متى تنفصل، من يبدأ في الانفصال من البلاجوكليزات. يبدأ الكلسي، ثم الكلسي الصودي، ثم الصودي، ثم البوتاسي عند انفصاله من الماغما. طبعا البلاجوكليز الكلسي بيكون الجابرو، البازلت، الديابيز، الدايورايت، الأنورثوسايت، ويسمى الصخور غامقة تسمى قاعدية. البلاجوكليز الصودي بيكون الجرانيت والبيجماتايت والجرانودايورايت، طبعا بتكون فاتحة إلى غامقة اللون وتكون متوسطة التركيب. الفلسبار البوتاسي بيكون الجرانيت، الرايولايت، التراكايت، الجرانودايورايت، السيانيت، وتكون صخور فاتحة اللون وتسمى بالصخور الحامضية. في سلسلة تفاعل بوين، وهي لانفصال المعادن من الماغما عند درجات حرارة معينة، يبدأ بالانفصال البلاجوكليز الكلسي ويكون الحرارة عالية، ثم البلاجوكليز كلسي صودي، يليه البلاجوكليز الصودي، ثم الفلسبارات البوتاسية. هناك نوعين من الفلسبارات، بلاجوكليز وأرثوكليز. يبدأ البلاجوكليز أول لأنه يكون مليء بالكالسيوم، يليه بعد الفلسبار الصودي يكون مليء بالصوديوم. البلاجوكليز ينقسم إلى فلسبار كلسي وفلسبار صودي. الكلسي مثل الأنورثايت والبيتونايت واللابرادورايت والأنديزن. الصودي هو الألبايت والألوجيكليز. بعدها يأتي الأرثوكليز أو الفلسبار البوتاسي، أرثوكليز، ماكروكلين، سانيدين، أنورثوكليز. هذه هي مجموعة الفلسبار البوتاسي. بعد الفلسبار البوتاسي التقت السلسلتين المتصلة والمنفصلة، طبعا سميت متصلة لأنها هي نفس التركيب، هو يختلف التركيب الكيميائي ولكنه نفس المعدن، نفس الصفات الفيزيائية، نفس البلورات، نفس النظام البلوري، فقط إحلال للكالسيوم محل الصوديوم محل البوتاسيوم، فمكون سلسلة معادن الفلسبارات، لذلك هي سلسلة متصلة. لمزيد من تثبيت المعلومة في هذه الورقة، سلسلة بوين لفصل المعادن من الصهارة، الفلسبار الكلسي، أنورثايت، بيتونايت، لابرادورايت، أنديزن، فلسبار صودي، يلي البايت، ألوجوكليز، فلسبار بوتاسي، أورثوكليز، ميكروكلين، سانيدين، أنورثوكليز. هنا مصطلح البيرثايت، هو أي عضو من الفلسبار القلوي يكون غني بالصوديوم كالألبايت، يرتبط بشكل وثيق مع بلورات من الفلسبار الغني بالبوتاسيوم كالأرثوكليز أو الميكروكلين. التبريد البطيء لمزيج المتجانس ومنصهر من الفلسبار الصودي والبوتاسيوم يؤدي إلى عدم الاستقرار، وينتج عن فصل بلورات صغيرة من المرحلتين، يسمى البرثايت. يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الميكروبرثايت، ويمكن تمييزها فقط مجهريا. وفي الكريبتوبرثايت تكون البلورات صغيرة جدا بحيث لا يمكن اكتشاف الفصل إلا عن طريق حيود الأشعة السينية. كان يعتقد طبعا أنه البرثايت معدن واحد.
مجموعة أشباه الفلسبارات أو الفلسباثويد هي فلسبارات ينقصها سيليكا. توجد الفلسباثويدات مع الفلسبارات لكنها لا توجد مع الكوارتز الحر اللي هو ثاني أكسيد السيليكون، حيث تتفاعل مع السيليكا لإنتاج الفلسبارات. من الفلسباثويدات الشائعة النيفيلين، اللايوسايت، الأناليسيم، الكارنكرينيت، السودالايت. في هذه الصور بعض الأحجار من الفلسبارات التي تستخدم في المجوهرات أو كأحجار يتم اقتناءها. هذا حجر الليبرادورايت أو الطاووس أو الاسبكترولايت، وهو فلسبار بلاجوكليزي. نلقاه في البازلت، الجابرو، الديابيز، الدايورايت، الأنورثاسايت. هذه صورة لحجر القمر، هو من الأحجار الكريمة، خليط من الأرثوكليز والألبايت. في البداية يتداخل المعدنان مع بعض، وعندما يبرد المعدن المتكون تنفصل الأرثوكليز والألبايت المتشابكان بشكل طبقات. فعندما يسقط الضوء فإن هذه الطبقات تعكس الضوء، فيعطي تلألؤ المعروف في حجر القمر. نلقاه مصاحب للصخور المليئة بالبوتاسيوم كالجرانيت والرايولايت والجرانودايرايت، والمليئة بالصوديوم كالبيجماتايت والجرانيت. هذه صورة للأمازونايت، وهو فلسبار ميكروكلين. اللون طبعا نتيجة لمحتوى الرصاص والروبيديوم والثاليوم، طبعا يتواجد في الصخور القلوية كالجرانيت، أيضا في الجرانودايورايت والسيانيت. هذا حجر الشمس أو سانستون، هو لابرادورايت في الإسبار بلاجوكليزي. له ألوان أصفر برتقالي وأحمر وأزرق وأخضر، طبعا يحتوي على شوائب النحاس. راح نجده في صخور الكلسية، البازلت، الجابرو، الديابيز، الدايورايت، الأنورثوسايت. في هذه الصورة استعراض لصخر السيانيت، طبعا استعرضه لأنه 90% منه مكون من الكاليفلاسبار، طبعا هو يشبه الجرانيت غير أن الكوارتز يكون أقل فيه، ويتكون أيضا 10% من الأرثوكليز والبلاجوكليز. لو زاد البلاجوكليز عن الأرثوكليز يصير مونزونايت. طبعا يصاحبه بعض المعادن المهمة كالزيركون والإسفين والإجراين والإليمينايت والمغنيسيوم والأبوتايت، وهو صخر ناري جوفي. المكافئ له الصخر الذي يتكون في السطح، يكون بلورات دقيقة ولكن نفس التركيب الكيميائي ونفس المعادن، اسمها الفونولايت. هذا صخر الأنورثوسايتس، وطبعا هو من مكون من 90% من فلسبار البلاجوكليز، مع مكون بسيط من البيروكسين يمكن من 0 إلى 10%، والإلمينايت والمغنيتايت، ويوجد فيه الزبرجد الزيتوني. أيضا نلاحظ اللابرادورايت موجود فيه. متمنية لكم الإفادة، وأني أكون اختصرت قدر الإمكان وبسطت. أنا رجاع، وهذا عالمي، عالم الجيمستون وورد.